طبعا صناعة الفخار هذه وراثة أبا عن جد، اشتغلنا مع الوالد من الصغر ولله الحمد واستمرينا في المجال. نصنع الأواني الفخارية زي ما تشوف، الشربات والحب الماي، أشياء المطورة والأشياء حق الإنارة، كل هذا الشغل مصنوع من الفخار. بالنسبة للمنتجات اللي نصنعها، من أبرز المنتجات حاليا في الوقت الحالي هي الأبجورات اللي تستخدم على أسوار المنزل والمداخل والحدائق. من ضمن الأعمال اللي سويناها برضو عملنا هذا العمل، كان عندنا مشاركة في إحدى المهرجانات وعملنا هذا العمل، وشرف طبعا كبير أن احنا نحط اسم الأمير. في عندنا أحواض زراعة تجي مقاسات، وعلى حسب الطلب في بعض الزباين أو العملاء يختار مقاس معين أو نموذج معين نعمله يعني، أو نقشات معينة. وفي عندنا برضو المشربيات حق الماء، من تبدأ من لتر ونص تقريبا إلى تنتهي إلى 30، وفي عندنا مقاسات كبيرة 40 لتر، هذه كلها تستخدم لتبريد الماء. في عندنا هذه شربة للماء، يعني طورناها، كرسي خشب منجم ومعه كاس، وخلينا فيها الحنفية صارت مطورة. وبرضو عندنا الشغلات اللي نسميها مبخرة حق البخور. وأنا عمري تقريبا 7 سنوات أعمل مع والدي في مهنة السفارة كصفار أو مبيض أواني، ثم أنا حولت المهنة من الصفار إلى حداد. أعمل مثلا هذه تحديد الشيشات سيارة، أصنع منها هذا المنجل يكون بهذا الشكل، أصنع اللي هو هذا المبرد، أقدر أصلح منه من هذا المنجل 4 مثل هذا المحاش، وأصنع منه نفس الشيء سكاكين والقدوم والعمود والهيب، بالإضافة إلى أدوات الإحداد عندنا طبعا المطرقة، الملقط، الكير، الفحم، الخشب، الحبل. دائما الحداد هو يستعمل هذه الأشياء المتواجدة عندنا. طبعا أنا أريد أن أورث الشغلة إلى أبنائي معي، أولادي، عندي الحمد لله 4 أولاد شغالين معي، وأتمنى أن المهنة هذه ما تنقرض في البلد، أورثها إلى أولادي والأولاد الأولاد في الأجيال القادمة.